السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم بدي أعلمكم كيف تصنعوا ظرف جميل جدا من ورق. بيلزمكم ورقة مستطيلة مثل هيدي، تطووها على نفسها بهالشكل. بعدين تطوي الطرف للخلف للحدود بهالشكل، ترجع وتطوي الطرف للخط اللي بالوسط، بعدين تفتحوا تطوى الطرف كمان للخط اللي بالوسط مرة ومرة تاني بهالشكل. بعدين تطوى الطرف لحدود الخط اللي هون، تتنى الزوايا لحدود الخط اللي هون، نعمل الزاوية التانية، بعدين بفتح بهالشكل وبتني الأطراف من حدود الزاوية للداخل بهالشكل. بعمل الطرف الآخر بعدين بفتح كل زاوية بهالشكل وبسحقها بشكل الخط يصير على الخط. بفتح الزاوية التانية، بعدين شايفين المربع اللي هون، بدي اعمل خط بشكل يوصل الزاوية اللي هون بالزاوية اللي هون بالطريقة هيدي. بتني من هون بشكل اعمل كسرة بهالشكل، بعمل الطرف التاني زاوية للزاوية. بعدين برجع اللسان، برجع بفتح الزوايا اللي هون وبطوي بهالشكل وبضب الزاوية بالجيبة بهالشكل للداخل. بعمل الطرف الآخر
خوط الزاوية بالجيبة بعدين بطوي الزوايا اللي هون لحدود الخط اللي هون بهالشكل واخيرا بفتح بهالشكل بفتح الجيب اللي هون وفوت الزاوية بهالشكل شوفوا كيف فوتها بشكل الخط اللي هون يصير على الخط اللي هون بهالشكل هيدا بهالشكل وفوت الورقة الزاوية بهالشكل بعمل الطرف الآخر بفتح الجيبة وبفوت بشكل الخط اللي هون بيصير على الخط اللي هون وفوت الزاوية بالداخل بهالشكل وبتني ابتداء من الخط اللي هون بتني باتجاه الظرف هيك بيصير عندي ظرف بقفله بهالطريقة فوت اللسان بالجيبة مثل ما شايفين ظرف جميل حأكويه بشكل يصير مرتب ما شايفين ظرف جميل جدا من الداخل كتير مرتب وحلو فيني احط فيه اي شي بدي اياه مثلا هدية نقدية لنفرض انكم بدكم تعطوا عيديات لأولاد وما في عندكم ظرف فبتبتكروا ظرف بتحطوا الهدية وبتقفله اللي حلو بهالظرف انه بيتقفل باحكام ما في مجال انه يضيع المحتوى منه كتير جميل عملت نماذج تانية بالوان تانية كتير حلوة كمان ظروف كتير حلوين بتعملوهم من ورقة واحدة فقط بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم لمشاهدة المزيد ضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة وما تنسوا الاشتراك والشير إلى اللقاء